ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وبسعاده دايما. لو لسه ما اشتركتش معايا في القناه يا ريت دلوقتي تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو، عايز يوصل ل1000 لايك عشان يوصل لكل اصحابك. دلوقتي في ناس كتير ظهرتها كارت الاداء ومستغربين ايه ده في نتيجه اولى وتانية ثانوي. المفروض ان ده اصلا كان موجود من زمان، من ايام ما جبتوا النتيجه كان في حاجتين: مؤشر الاداء اللي كان على اليمين وتفاصيل الاداء اللي كان على الشمال. احنا ما كناش لينا علاقه خالص بمؤشر بتاع تفاصيل الكارت الاداء ده. كنا بنضغط على المؤشر في الاول عشان يحمل لنا النتيجه بي دي اف عشان نشوف اللي هي العواميد الملونه اللي كانت بتظهر لكل الناس والنقط السوداء في الالوان وكل ده. طب ايه يا عم اللي جد؟ اللي جد هو ان انت بدل ما كنت هتضغط على الاول في اليمين، لا هتضغط على الشمال اللي هو كارت الاداء. اول ما تدخل عليه هيديك كل ماده تقييمك فيها ايه: جيد، ممتاز، ضعيف، مقبول كده، تمام؟ وهيقول لك مدى استيعابك للنظام الجديد. انت طبعا بتدخل عادي، بتجيب اللينك، ممكن اسيبه لك تحت في الوصف لو محتاجين، هتلاقي مقاله هتدخل تقراها وتنزل تحت تضغط على اللينك، وبعد كده هتسجل زي ما انت كنت بتسجل عادي بالكود، وبعد كده تدخل تجيب بدل ما كنت هتختار الاولى هتختار اللي هي اللي على الشمال كارت الاداء، وهتدخل والموضوع هيبقى معاك طبيعي. طيب لو الموقع ما فتحش، هيبقى الموقع عليه ضغط شويه دلوقتي، هيفتح معاك النهارده بالليل او بكره او في وقت مثلا ما عليهوش ضغط كتير. دي كان تفاصيل كارت الاداء اللي كلكم بتسالوا عنه من شويه.